نكون اليوم في حلقة خاصة نعرض بها كل الهتافات الوقحة والتعدي السافر والانحطاط الواضح من الجمهور الجزائري الحاضر، أكثر من 20,000 متفرج يوم أمس كلهم بصوت واحد أساءوا إلى العراق، تاج راسهم وراس الخلفهم، تاج راسهم وراس الخلفهم أساءوا للعراق. اليوم سنرد الصاع صاعين. الله أكبر، صدام حسين والجعفري بره. هذا هو هتاف الجمهور المنحط السخيف الوقح الذي لا يموت إلى الإنسانية بشيء. بالفم المليان يقولون الشيعة كلاب، عذرا لهذه اللفظ، لكن هؤلاء الكلاب المنحطين، الكلاب المنحطين، لو كانت لدينا حكومة اليوم السفارة الجزائرية ما تبقى بالعراق لحظة واحدة، ما تبقى بالعراق لحظة واحدة، ما تبقى. كنا نوديكم مدرسين ومعلمين بالسبعينات يدرسونكم اللغة العربية يا جزائريين، كنا نوديلكم بالستينات والسبعينيات بعصبة الأمم من دخلناكم، دخلكم العراق، العراق دخلكم، تاج راسكم، تاج راسكم هذا العراق، ولا زال العراق تاج راسكم، ويبقى العراق رغم مفخخاتكم، رغم آلاف الانتحاريين اللي أرسلتم. إيش حصلنا من العروبة مالتكم والعمق العربي غير الانتحاريين والتفجيرات والفتنة والقتل؟ شيعة قتلوا الحسين، شيعة قتلوا صدام حسين، واضحة عمي؟ اللي تكتبون تبررون للشيعة قتل الحسين، انتم اللي قاعدين على المدرجات تفتخرون تسمون نفسك، تسمون شخص يزيد، يزيد اللعين، صديق القردة والخنازير، تسمون على اسمه. هذه أخلاق البرابرة، هذه أخلاق الوحوش، هذه هو أخلاق المنحطين، هذه أخلاق الزنادقة، هذه أخلاق أناس يعني عبارة تكوين إنسان لكنهم قردة وخنازير لقطاء، يعني لما تقولون صدام حسين وتحجون باسم صدام حسين يصير نفتخر بنابليون بونابرت؟ ها؟ يصير نفتخر بنابليون؟ قاتلكم يا ابو مرديس يا صدام شيعة عدو الاسلام. ابو مرديس تعرفون من هو؟ ارهابي فجر نفسه ببيجي، ارهابي جزائري فجر نفسه ببيجي على الجيش العراقي والحشد الشعبي، يفتخرون به. الاعلام الجزائري تدرون ايش قال؟ ما حتشوفونه، عبالكم اعتذر، شوفوا شوفوا الاعلام الجزائري ايش قال. هذا اعلامي جزائري خير الدين روبا يعمل بقناة الكاس، يقول على من يطالب الجزائر بالاعتذار، العراق أن يطالب أمريكا أولا بالاعتذار عن الدمار التي ألحقته بهذا البلد الشقيق من قتل وتشريد واغتصاب ونهب لثرواته وطمس لتاريخه وهويته، قبل مطالبة مجموعة من المشجعين هتفت باسم زعيم عراقي سابق كلنا أحببناه ولازلنا، والخائن فقط من فرح بموته. أنت واحد ضميرك ميت، أنت واحد هنا مخلي حذاء، انت مخلب عقلك حذاء. الممثلة الجزائرية آنية تقول صدام حسين بطل قومي او مجرم، يعني علامة استفهام، الاكيد ان بعد سنوات من وفاته ما زال الرجل يعيش بيننا، يعيش بينكم، لانكم تعودتم على الذلة، لانكم تعودتم على الذلة، وهذا التصريح لا تقوله الا عاهرة، واضح؟